يسيطر على مجريات هذه المباراة. كيليان مبابي بناء مستمر لهذه الهجمة. شوف النقلات، عندهم فرصة لتسجيل هدف التقدم في اللحظات الأخيرة. كومان ملعوبة إلى أوسكار، كرة خطيرة، فرصة هدف لمبابي. يا الله، هدف آخر يأتي، لم ينتهوا من فرحتهم الأولى إلا كرة كادت أن تحرك الشباك لولا تدخل العارضة. فرصة كبيرة للتسجيل في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن